تحية لكم مشاهدينا، حلقة جديدة من قضايا تشريعية ومناقشة لحزم الحماية الاجتماعية ودورها في تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. مع تصاعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على العالم أجمع، اتبعت الدولة المصرية واتخذت عدد من الإجراءات العاجلة للتخفيف من حدة هذه الأزمة وموجات التضخم، و استمرت في سياسات وحزم الحماية الاجتماعية وتنفيذ المشروع القومي الكبير حياة كريمة والتوسع في برامج تكافل وكرامة وبرامج الدعم بالتعاون مع التحالف الأهلي للعمل التنموي، وأطلقت مبادرة كتف في كتف لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا مع دخول شهر رمضان الكريم. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتحسين دخول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وأرباب المعاشات. معنا للتعليق عن هذا الموضوع الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك يا دكتور يوسف. اهلا وسهلا بيك وكل مشاهدينك ومتابعين. يعني طبعا وحضرتك بخير. اكيد يعني الازمه الاقتصاديه العالميه مع استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه ما زالت بتصعب الامور اكثر على جميع الدول، ليس على مصر فقط، لكن دور الدوله في مصر للتخفيف من تداعيات هذه الازمه كيف ترى؟ خليني في البداية طبعا أقدم التهنئة بشهر رمضان المبارك لكل الشعب المصري ولسيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية وكل وسائل رئيس الحكومة ومجتمع المال والأعمال وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعضاء علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير وبركات. بشكرك شكرا جزيلا على استضافتك وعلى اللقاء الطيب وعلى الموضوع الخاص النهاردة اللي هنتكلم فيه، وهبدأ من نقطة أنت سألتني فيها مهمة جدا، وهي المشهد الاقتصادي العالمي ألقى بظلاله ومشاكل وتحديات كثيرة، وإحنا كنا في مصر خارجين من بدايات الإصلاح الاقتصادي في أول 4 سنوات 2014-2018، تحديات الاقتصاد العالمي، ثم جائحة كورونا، ثم أزمات متلاحقة اقتصادية في أمور مشتركة، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية اللي بدأت تاخد معاها كتير جدا من التحديات فيما يتعلق ب السلع الأساسية والمواد التموينية والسلع الغذائية، وأيضا فيما يتعلق ببعض السياسات النقدية والخاصة بسعر الفائدة في الدول المتقدمة زي أمريكا وزي البنك المركزي الأمريكي، وما أجرام من مواجهة للتضخم برفع سعر الفائدة أدت إلى مشاكل كثيرة جدا لتدبير العملات صحيح. في مقابل الدولار، وبالتالي أصبحت الأمور معقدة جدا اقتصاديا. احنا دولة بتعيش في وسط العالم، ما بنعيش في معزل عن العالم صحيح. عندنا مشاكل كتير جدا، ويعني خطة طويلة في استكمال الاصلاحات الإدارية. هذه الاصلاحات الاقتصادية والإدارية والهيكلية كان لازم وفقا للدراسات ووفقا للتقارير ووفقا ايضا لشروط صندوق النقد الدولي ان يكون معها طبقة من الحماية الاجتماعية حتى تستطيع ان تنجح ببرامج الاصلاح الاقتصادي، لابد ان تتزامن معها برامج الحمايه الاجتماعيه. وفي الحقيقه اللي حصل في العالم عمق جراح الطبقات المجتمعيه وزاد عدد الطبقات المجتمعيه الاكثر احتياجا ومحدوده الدخل، وبالتالي اثر ايضا على انفاق الاسر، وكان نظاما على الحكومات هناك اعاده النظر في كثيرا من الاجراءات لرفع مستوى اداء برامج الحمايه الاجتماعيه واعاده النظر في برامج الحمايه الاجتماعيه وتعدديه برامج الحمايه الاجتماعيه حتى تستطيع ان تساند طبقات كثيره وفئات كثيره في المجتمع من هذه التحديات وهذه الموجات. وخليني انا استخدم لفظ تساند، انا متاكد انه ما يحدث من برامج وما يحدث من اجراءات استباقيه واجراءات سريعه وعاجله من حاجه ذكرتها وهتكلم عنها في التفصيل النهارده في الحلقه كلها بتساند وتساعد، هي ليست الحل الكامل ولكنها بتحاول دعم الموقف حتى نصل الى اقرب نقطه مهمه جدا في استكمال الخطه التنمويه المتزامنه مع استكمال المشروع الوطني المصري حتى نستطيع العبور بمصر في المحاور المتعددة الأوجه، المحور الاقتصادي والمحور الاستقرار السياسي والمحور الأمني ومحور البناء المجتمعي ومحور لإعادة دخول مصر في منظومة اقتصادية. لا يمكن بهذا الشكل تواجه
تحديات اقتصادية أو في أي أزمة اقتصادية يحدث لها هزات وتكون أكثر أمانا وأكثر استقرارا. في الحقيقة زي ما أنت قلت في حاجات قصيرة الأجل في الإجراء وفي حاجات طويلة الأجل وفي حاجات متوسطة الأجل. صحيح. الحكومة مباشرة بدأت تتدخل ب يعني توسع في منافذ السلع الغذائية، بدأت تجري اجتماعات مكثفة أسبوعيا يتم النظر في السلع التمويلية ومخزين السلع التمويلية والسلع الأساسية المتوفرة لعموم الشعب المصري، بدأت تنظر على الاحتياطيات السلع الاستراتيجية، وفي المقابل بدأ هناك توجهات للقيادة السياسية المصرية للحكومة المصرية بضرورة بحث زيادة برامج الحماية الاجتماعية. بنتكلم على ايه عشان السادة المشاهدين؟ بنتكلم على برنامج تكافل وكرامة وتوسعة عدد شبكة التغطية لبرنامج تكافل وكرامة ربما تصل الى سقف 4 مليون اسرة وتحديد دخل ليهم. بنتكلم على جزء خاص ب دعوة المجتمع والأعمال ودعم القادرين إلى برامج مسؤولية مجتمعية ومبادرات مسؤولية مجتمعية مهمة جدا زي اللي حصل في المبادرة الأخيرة الأسبوع الماضي علشان خاطر نقدر نوصل لبعض الأماكن لغير القادرين. أيضا هناك ما حدث من إجراء والتوجيه برفع وزيادة الأجور والرواتب والمعاشات ل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وموظفين الحكومة ومن هم في سن المعاش وموظفي قطاع الأعمال العام وموظفي القطاع العام وأيضا موظفي الهيئات وموظفي الأزهر الشريف. ويمكن ولأول مرة نشوف أن الحد الأدنى بأي شكل من أشكال الزيادة لابد أن لا يقل عن 1000 جنيه، ولابد أن يكون نبدأ نعيد النظر في البدلات وفي الأجر الأساسي وفي الزيادات وفي الحوافز وطبيعة العمل وطبيعة الأجور. هنا صحيح. لما ننظر للقانون اللي دخل مجلس الشعب أيضا لأنه لابد أن يكون وفقا لهذا التوجه ضمانات تشريعية، والضمانات التشريعية هامة جدا، ونحن الآن نناقش سويا قضايا تشريعية، هذه قضية هامة جدا. صحيح. فلابد أن يأتي التشريع مكملا إلى التوجيه في الرؤية والاستراتيجية في مواجهة هذه التحديات إلى أن يأتي التشريع مطابق فنضمن ضمانات التنفيذ الجيد. وهنا نتحدث عن التوجيه للجهات المعنية. القانون دخل مجلس النواب سريعا لأن احنا كان في جزء كبير جدا من هذا التوجيه أن يكون الإجراء عاجل، يعني باعتباره من 1 أبريل اللي هو 1/4 وليس المعتاد أن إعادة النظر في الأجور والرواتب كل سنة في شهر في نهاية السنة المالية اللي في 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 أو في الموازنة الجديدة. هنا هنضطر يبقى في تعديل لاحتياج لتسريع أكثر من 3 شهور، الموازنة بتنتهي في 30/6/17، فلازم يكون عندنا التشريع يؤكد على ضرورة إنهاء قانون زيادة وإعادة النظر في الدخل لموظفي الدولة. طيب تمام. طيب احنا بنشوف في الحقيقة في الدول الغربية في طوابير للحصول على إعانات غذائية، في موجات إفلاس البنوك، في تعثر القطاع المصرفي، وهذه دول كبيرة. بنستفيد إيه من ده؟ وإحنا الحمد لله ما حصلش عندنا ده، فشايف الصورة دي إزاي؟ خليني أشرح لك وأوضح للسادة المشاهدين أن الصور دي هتتكرر كثيرا على يعني إيه على مشاهدنا. الموضوع يعني خلينا نتحدث بشكل واضح للناس انه من 2018 وما قبل 2018 هناك تجهيزات وتحضيرات ما بين قوى العالم لاعاده النظر في الخريطه السياسيه للعالم، ومن ثم الاقتصاد جزء كبير جدا لخدمه هذه التوجهات. طبعا. والمشاكل والصراعات والثروات، ونتحدث عن كيف يمكن استغلال الطاقه، كيف يمكن استغلال السلع التمويليه، كيف يمكن استغلال الاستثمار البيني، كيف يمكن استغلال التجاره الدوليه والتجاره البينيه، كيف يمكن استغلال الاحتياطات النقديه لدى دول. وبالتالي انت امام تحدي سيتغير اعراضه كل 24 ساعه وكل شهر وكل شهرين. وخلينا اذكرك والساده المشاهدين النهارده يعني الافلاس اللي حصل في البنوك، بعض البنوك الامريكيه، وانه بعض المؤسسات الائتمانيه تعطي تصنيفا سلبيا لبعض المؤسسات الامريكيه، لم يكن هذا في الحسبان لاي اقتصادي في العالم. صحيح. خلينا اذكرك بظواهر اقتصاديه ربما غير موجوده على الاطلاق، ان يحدث في خلال عامين، عام 19 و20 عندها ازمه جائحه كورونا، وعام 23 ان يتغير سعر برميل البترول من ناقص 40 الى 120 او 125 في عامين. يعني هذا ما فيش اي قياسات تقول ان في
غير ان في عجله وسرعه التغيير صعبه جدا وسريعه جدا ومتلاحقه جدا. نعم. مظاهر كتير جدا. سمعت انت لو كمواطن عادي حد مش متخصص اقتصاد او مش متخصص متابعه استثمار دولي تتكلم على اسعار شحن للسلع الاساسيه وسلاسل الامداد والسلع الاوليه من الصين لجميع انحاء العالم ارتفعت وتذبذبت باسعار مبالغ فيها جدا لمده 6 شهور، ده اثر كثيرا على حركه سلاسل الامداد وتكاليف المنتج النهائي وتكاليف الخامات القادمه من والى الصين اللي هي مصنع العالم. سمعنا عن اسعار الطاقه ومشاكل كثير جدا في اسعار الطاقه وتذبذب اسعار الطاقه وارتفاع اسعار الفحم وارتفاع اسعار الغاز وارتفاع اسعار النفط والبترول. سمعنا عن مشكلة الشرائح الإلكترونية وعدم توفر الشرائح الإلكترونية وتوقف بعض المصانع في جنوب شرق آسيا، وبالتالي عندنا مشكلة كبيرة جدا في الصناعات المغذية للصناعات الإلكترونية. وكل هذه المظاهر وتعددية المظاهر وبالتالي انعكاسها على معدلات التضخم ومعدلات البطالة ومعدلات التأثير على الأنظمة الرأسمالية اللي موجودة والتأثير على الأنظمة السياسات المالية والسياسات المالية الموجودة في العالم، ده شيء جديد وده شيء متلاحق وشيء سريع. فحجم تحول الحكومات الى تحول ذكي في مواجهه هذه الازمات بالعديد من القرارات السريعه للمواجهه في ظل وجود شعب وشعوب تتفهم طبيعه هذه المشكله وتبدا تتفاعل قوى المجتمع سواء كانت افراد او مؤسسات او منظمات اعمال ومجتمع مدني او قطاع خاص او حكومه الى الوصول مجتمعين الى حلول مرحليه لعبور هذه الازمات المتلاحقه اللي انا شايف انها ربما ستستمر معنا اكثر من عام او عامين او ثلاثه. بتوقعي الشخصي ان حاله الهدوء التام لشكل العالم الجديد ربما تاتي في 2030 بعد ما يحصل الاستقرار ما بين القوى العظمى في العالم على شكل واليات قواعد الاقتصاد وقواعد الحكم السياسي اللي ممكن تتم في العالم، وده بيحتاج كتير جدا من التحديات، بالاضافه لدول بقى لكل التحديات اللي فيها تدخل العنصر البشري وتدخل الانسان. هناك تحديات اخرى منها تحدي الزياده السكانيه المفترضه. صحيح. وده اللي ماشي مع كل الانظمه وكل السياسات وكل الظروف، ففي تحدي مكمل معانا بشكل صعب جدا، وهناك تحدي اخر ترد به الطبيعه ايضا ويكون لها دور في هذا المشهد وهو التغيرات المناخيه. طبعا. وكيف يكون لهذا الدور في هذا المشهد عامل مهم جدا. صح. سواء في اسعار السلع الاساسيه، اسعار الحصادات الزراعيه، توفر المحاصيل، المحاصيل. وبالتالي اذا اردت ان تتعامل فهناك ما يسمى بمشاريع التكيف المناخي، ومشاريع التكيف المناخي تحتاج الى كثيرا من التكاليف وتحتاج الى كثيرا من تغيير السياسات الزراعيه والسياسات الماليه المكمله، وايضا تطوير التكنولوجيا الزراعيه الحديثه وتطوير انظمه الري وتطوير. صحيح. معاهد البحوث. هناك عمل على يعني يحتاج تضافر كل الجهود لانه ما نستصغرش حجم المشاكل اللي موجوده والتحديات. وبالتالي انا سعيد جدا النهارده كمان انه سمعت الاسبوع ده تحديدا عن موضوع اللي بدات الدوله المصريه تفكر في الفكر التسويقي وفكر الجذب وفكر الدعم للزياده السكانيه. وده شيء احنا طلبناه من عام 77 ان يتحول الامر في منظومه الزياده السكانيه، هذا العنصر الذي مهم جدا في ويهدد اي التهام اي. صحيح. نمو في الناتج المحلي الاجمالي. فاحنا قلنا لازم يحصل ايه؟ يحصل انظمه تحفيزيه. النهارده وجود 1000 جنيه ربما في السنه لاي ام ستبلغ عمرها او سيبلغ عمرها 45 سنه بطفل او طفلين، ممكن تلاقي مبلغ متجمد وديعه او شيء يساندها في الحياه وفي امور الحياه او يساندها في امور المعيشه او يساندها في اي شيء تحتاجه. ده شيء مهم جدا. محتاجين مستشفيات لاسر اليوم الطفل الواحد والطفلين، محتاجين مدارس للطفل الواحد والطفلين، مش محتاجين الانظمه الدعائيه اكتر ما احتياجنا لبرامج وقرارات تسويقيه تجعل الشعب يقبل على خفض عدد السكان حتى نستطيع اعاده توظيف الثروه البشريه الموجوده واعاده تاهيلها. ندي فرصه للثروه البشريه الموجوده. صحيح. عشان خاطر بيسالونا كتير، لا دي الثروه البشريه اللي بنت مش عارف الصين وبنت مش عارف. ايوه، انت لازم تاخد وقت علشان تعيد تاهيل ال 110 مليون، في جزء منهم في سوق العمل وجزء منهم في السوق ينتظر سوق العمل، وتكلفه الفرصه الوظيفيه الواحده الان تصل الى 600,000 جنيه عشان تعمل فرصه وظيفيه لواحد، يبقى 600,000 جنيه عشان تعمل 100 فرصه عايز على الاقل 60 مليون جنيه منشاه. وبالتالي انت محتاج حجم عالي جدا من الاستثمارات، مهما كان معدلات جذبك من الاستثمار الاجنبي ودخولك مع الاستثمار المحلي والاستثمارات المشتركه،
مش هتقدر تكفي 800 او 900 الف خريج، بيصلوا الى مليون خريج في السنه. صحيح. وبالتالي صحيح. اعاده عمليه التاهيل لهذا الخريج هتاخد مننا وقت، فندي نفسنا فرصه ببرامج صحيح. تحفيزيه تمام. وهذا برامج تحفيزيه تمام. وده الجديد على تمام. الدوله المصريه في التفكير في مواجهه الازمه السكانيه. تمام. انا بشكرك جدا دكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي على هذه الرؤيه التحليليه. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا. مشاهدينا انتهت حلقتنا من قضايا تشريعيه، الى اللقاء.